بفضل الله استطعنا تدمير دفاعات داعش الإجرامية صنيعة النظام وأيران، وقد حررنا جبل عقيل في مدينة الباب والمشفى، وبإذن الله سوف تتربع مدينة الباب على عرش الحرية يوم أو يومين، وقد شعرنا هناك صعوبات بالنسبة لاجتياز هذه الحواجز التي هي عبارة عن السيارات المفخخة والألغام، وبفضل التدريب أخوتنا المجاهدين استطعنا تجاوز هذه المفخخات والألغام.